دلوقتي هنتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هينطلق معرض أهل المدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض، وبيستمر حتى 20 سبتمبر الجاري بمشاركة 180 عارض، وبيوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى تتراوح من 20-30%. النهاردة هينعقد المؤتمر الصحفي لحسام حسن المدير الفني المنتخب مصر استعداداً لمواجهة كاب فيردي في تمام الساعة 7 مساءً، على أن يظهر محمد صلاح مع المدير الفني للمنتخب في المؤتمر الصحفي بعد انتظامه في معسكر الفراعنة. وينطلق المران الختامي لمنتخب مصر بعد المؤتمر الصحفي، إذ من المقرر أن يكون في تمام الساعة 7:45 باستاد القاهرة الدولي، وبيسمح لوسائل الإعلام بحضور المران لمدة 15 دقيقة. النهاردة والعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، من أهمها مباراة أسبانيا مع صربيا في تمام الساعة 10:45. في نفس التوقيت هيلتقي كل من منتخب كرواتيا مع منتخب البرتغال ومنتخب الدنمارك مع سويسرا.